My name is Jawaher Bakar Badawi. My age, 32. ما طلعنا بأي حاجة. نحن لما جينا جارينا الحرب ده قام بس شلنا عيالنا واللي بس لابسين في جسمهم، ما في حاجة إحنا طلعنا به نهائي، ما في حاجة نهائي طلعنا به. طبعا السبب أنا خليت العيال، الولد كان هناك طبعا بعيد مع ناس حبوبته أصلا، يعني ناس أمي وعائلتي هناك، هو قاعد معاهم من أصلا، وثلاثة ديل جو يعيدوا معي في البلد أنا كنت معي القعدة ده، وياهو حصل الحرب. طبعا زي ما نحن لما جرينا في ناس طبعا جارين قدامنا، يعني في ناس انضربوا بالطيران فوق بالانتينوف، في ناس الدم يتقطعوا، في ناس اطفال ماتوا، في ناس يعني يتعوقوا كرعينهم يتكسروا كده. جبنا في الطريق، لما بقينا في نص الطريق الاكل انتهى، نحن بقينا ناكل الطرق بتاع الشجر، وياهو بقينا نشرب المويه بتاعت الخيران. This is my tent. If the rain is coming, I'm cooking here. انتهى. تمام خلاص جينا نشوف البيبي. ها كيفه؟ مالو ما حمامه؟ شويه. انا طبعا شغاله هنا ميدوايف اسيستنت، يا هو بندي بنولد النسوان في حالات، وبندي الدواء للمرضى العيانين، اذا في حاله بتاعت مثلا نزيف برضو بنعمل العمليات الصغيره. أنا بتمنى في المستقبل القريب إنه السلام ده يحصل، يتم في أمان، عشان نحن نتلاقى مع الناس طبعاً ما في شيء، نحن قطعوا بغادي ونحن بهنا، طبعاً ما في زول عارف أخبار التاني، لكن بنتمنى إنه السلام يتم، وبعد ذاك الناس زي ما قال ترجع لبلدها آمنين، ويكون تاني ما في مشاكل تحصل لقدام إن شاء الله. Thank you.